السفير الثالث اللي هو الحسين بن روح النوبختي أيضا كان من الأجلاء، عنده وقفات عجيبة في التقية وفي الأمور، كان يحافظ على أشياء. الحسين بن روح ابن بحر النوبختي هو من عائلة بني نوبخت، من العوائل الشيعية العريقة المعروفة بالعلم والمعرفة في ذلك الوقت. ولما اشتدت حال أبي جعفر العمري اجتمع جماعة من وجوه الشيعة فدخلوا على أبي جعفر رضي الله عنه فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل له والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم، فبذلك أمرت وقد بلغت. يقول: لما حضرت أبا جعفر اللي هو النائب الثاني محمد بن عثمان العمري الوفاة، كنت جالسا عند رأسه أسأله وأحدثه، وأبو القاسم أبو القاسم اللي هو ابن روح عند رجليه، فالتفت إليه ثم قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح. قال: فقمت من عند رأسي وأخذت بيدي أبي القاسم وأجلسته في مكاني جلالا له. يعني هذا بعد سفير الإمام، يعني هذا من الشخصيات العظيمة. العمري رحمه الله كان يحيل الناس في آخر سني حياته إلى الحسين بن روح النوبختي، وقد سعى العمري جاهدا لتعويد الخلق على الرجوع إليه، فقد حدث أبو عبد الله جعفر بن محمد المدائني قال: صرت إليه آخر عهدي به قدس الله روحه ومعي 400 دينار، فقال لي: امضي بها إلى الحسين بن روح، لقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح مقامي ونصبته منصبي. ثم وثقه أبو جعفر العمري بأكثر من ذلك، حيث اعتبر أن كل ما يقبضه الحسين بن روح كأنه يقبضه هو دون حاجة إلى إصدار الوصولات بالاستلام كما كانت العادة. وهذا يدل على توثيق عال ورفيع لا يكون لعامة الوكلاء. ويظهر من خلال بعض الروايات أن السلطة آنذاك كانت قد كثفت تشددها تجاه الشيعة، فكانت الحكمة تقتضي من السفير الثاني أن يعمي الأمر على المراقبين بحيث ينصب لهم خلفا من بعده ليس بالمتوقع، أو على الأقل لم تكن العيون متفتحة عليه كغيره. محمد بن عثمان الخلاني وعثمان بن سعيد العمري، يوجد العديد من النصوص المنصوص عليها من قبل الأئمة سلام الله عليهم، إن كان من الإمام الحسن العسكري سلام الله أو من الإمام الهادي سلام الله عليهم في سفارتهم. الحسين بن روح النوبختي قد أوصي له بالسفارة عن طريق محمد بن عثمان الخلاني ليكون بديلا عنه بعد موته. كان الحسين بن روح النوبختي هو أحد العلماء المعروفين في ذلك الوقت. أغلبية الناس في ذلك الوقت لم يعرفوا بأن الحسين بن روح النوبختي هو السفير الثالث، كانوا يعولون على غيره. فعندما اشتد المرض بمحمد بن عثمان الخلاني اجتمع العديد من العلماء في ذلك الوقت وسألوه: إذا آل بك الموت لمن السفارة من بعدك؟ فقال: هي لأبو القاسم الحسين بن روح بن بحر النوبختي، فقد جعلته مكاني، فعولوا عليه وارجعوا له في جميع أمورك. إنما نأخذ الجانب الفكري والجانب العقائدي والجانب الثقافي للمجتمع آنذاك، نجد أن هناك حالة تشنج فكري. هذه الحالة تتزعمها تيارات تحاول أن تثير الفتنة الطائفية، لكن الحسين بن روح بلباقته بشجاعته بثقافته بوعيه بممارسته لقيادة المجتمع آنذاك حاول أن يهدئ مثل هذه الفتن الطائفية، حاول أن يمارس حالة التقية ويعالج هذه العقدة الطائفية التي كانت مترسخة عنده في نفوس البعض كان يعالجها.
Hussein ibn Ruh, it's mentioned that he was very close to the Imam. He was very smart. He was very clever. He was very wise. They say he did taqiyya so well, he was so wise that the Sunnis of his time thought he was Sunni. And that's why there's an alim of the Sunnis, he's written a book, and he said the Rafida, the Shia, they think that Hussein ibn Ruh is Shia. He's not Shia, he's Sunni. Was a person named was Abu Sahl al-Nawbakhti. He was much more known than al-Husayn ibn Ruh. And he was much closer to the second ambassador. People thought he's going to be the third ambassador. So when Imam al-Mahdi chose the third ambassador, they asked him one day. They told him, why did Imam Mahdi choose that person, Husayn ibn Ruh, and not you? He told them, Imam Mahdi chose him over me because if Imam Mahdi would chosen me as a safir, I'm a known person. And I can't do taqiyya as good as al-Husayn ibn Ruh. And I always debate what the Sunnis and other people. And I'm always with officials and the government people. If one day they find out I am the Safir and they torture me, maybe I will confess. But I know al-Husayn ibn Ruh's will is so strong. If Imam Mahdi is under his abayas and they shred him into pieces, قُرِضَ بِالْمَقَارِيذِ, he will never say where Imam Mahdi is. وَقَدْ نَهَضَ الْحُسَيْنِ بِنْ رَوْحِ رحمه الله بمهامه خير قيام طيلة 21 عاما كانت الظروف العامة فيها قاسية جدا وقد جرى سجنه عدة سنين من قبل السلطة الحاكمة لكنه أبدا لم يمكن من نفسه بل كانت الحجة دائما بيده وهو المظلوم في ذلك. عمل الحسين بن روح النبختي منذ تسلمه السفارة على إرسال المعلومة الحقيقية وإيصالها للناس التي يستلمها عن طريق الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من أجل إيضاح كل ما يحتاجه أتباع أهل البيت سلام الله عليهم في ذلك الوقت. لقد تميزت وقت السفارة بالاضطهاد والطغيان الذي عمل به بن العباس على إخماد كل المعلومة أو الصوت الحقيقي لأتباع أهل البيت في ذلك الوقت.